يمكن أن يتسبب التنسيق بالكثير من المشاكل. هنالك الكثير من طرق التنسيق السيئة التي يمكن أن تجعل العمل على البيانات صعبا. على سبيل المثال، هناك مشكلة شائعة تكمن في تنسيق الأرقام كنص. هذا يعني أن جدول البيانات الخاص بك لا يمكنه معالجتها كأرقام، وبالتالي لا يمكنه إنجاز العمليات الحسابية عليها. دعونا نرى كيفية حدوث ذلك. قم بإنشاء جدول بيانات جديد. اكتب بعض الأرقام العشوائية في العمود وقم بجمعهم باستخدام صيغة سم الجمع. ينبغي أن يكون المجموع صحيحا. الآن قم بتحديد رقم أو رقمين من الأرقام وأذهب إلى قائمة تنسيق، ثم نص بسيط. سوف تلاحظ أن هذه الأرقام لم تعد ضمن صيغة سم وأن المجموع قد تغير. وبالتالي من المهم عند إنشائك لجدول بيانات أن تتأكد من تنسيق أعمدتك بالشكل الصحيح، وإلا فإن كل عملياتك الحسابية وتحليلاتك قد تكون خاطئة. هناك طريقة مفيدة للعثور على الأرقام التي تم تنسيقها كنص، وهي أن ترتب بياناتك بواسطة هذا العمود. كل الأرقام المنسقة كنص سوف تكون مع بعضها في النهاية أو البداية، بالإضافة لأن جدول البيانات لن يستطيع ترتيبها بالشكل الصحيح. عندها يمكنك تحديدها وتغيير تنسيقها دفعة واحدة. ترتيب البيانات يعتبر أيضا طريقة مفيدة للعثور على الأسطر والخلايا الفارغة. جرب ذلك على أرقامك العشوائية. كما أن هنالك قضية شائعة أخرى، وهي الخلايا الفارغة والفراغات غير المرغوب بها. هناك بعض الطرق لتنظيف ذلك. إذا فتحت نموذج مجموعة البيانات نموذجية المسمى الرجل الخفي للبيانات في الأسفل ضمن قسم المصادر، سترى هذه الطرق عمليا. إذا فتحت نموذج مجموعة البيانات نموذجية المسمى الرجل الخفي للبيانات في الأسفل ضمن قسم المصادر، سترى هذه الطرق عمليا. الخلايا الفارغة والفراغات التي لا نريدها يمكن أن تكون مشكلة كبيرة، لأن جداول البيانات تعامل هذه الأنواع من الأحرف على أنها بيانات حقيقية. بغض النظر عن عنوان العمود، في هذه البيانات يمكنك رؤية 4 مصطلحات متشابهة. مع ذلك جدول البيانات يراها 4 مصطلحات مختلفة. إذا حاولت تعداد كم من المرات تم ذكر بياناتك، جدول البيانات سوف يظهر بندا واحدا. صيغة التريم تنظف الفراغات لكنها لا تنظف فواصل الأسطر. صيغة كلين تزيل فواصل الأسطر لكنها لا تزيل الفراغات أو الفراغات الطويلة تابس. صيغتي كلين وتريم، هذا يظهر كيفية إنجاز العمليتين في صيغة واحدة. صيغة اللصق الخاص Base Special تستخدم للصق قيم بياناتك المنظفة. تذكر أن كل الخلايا الأخرى تحتوي على الصيغ. انسخ الخلايا النظيفة ومن ثم اذهب إلى قائمة Only Based Edit Values Special Based، تحرير ثم لصق خاص ثم لصق القيم فقط. Edit Based Special Based Values Based Values Only. سوف تلاحظ بأن البيانات التي فيها فاصل أسطر تفتقد إلى فراغ. الطريقة الأسهل لإصلاح ذلك، خاصة إذا قمت بإزالة الكثير من فواصل الأسطر من القيمة نفسها، هي البحث والاستبدال. إذا ذهبت إلى قائمة Edit ثم Find and Replace تحرير ثم بحث واستبدال، سوف ترى نافذة منبثقة تحتوي على خيارات البحث والاستبدال. يمكنك اختيار البحث عن كل حالات البيانات الخاصة بك واستبدالها بالبيانات الخاصة بك. يمكنك اختيار البحث عن كل الحالات البيانات الخاصة بك كلمة واحدة واستبدالها بالبيانات الخاصة بك 3 كلمات. أحيانا يكون الحل الأبسط هو الأفضل، وإذا كان هناك مشكلة أو خطأ مكرر في جدول بياناتك فيمكن أن يكون البحث والاستبدال حلا سهلا. في بعض الأحيان يمكن أن يكون لديك نص كقائمة من القيم في خلية واحدة، ولكنك ترغب فعليا أن تتوزع على خلايا منفصلة. يمكنك استخدام التقسيم Split لإصلاح ذلك. على سبيل المثال، لنقم بكتابة قائمة من الأسماء المفصولة بفاصلة ضمن جدول بياناتك: سارة، مارك، نيك، ريبيكا، جون. حدد الخلية واختر مكان ظهور الأعمدة المقسمة واكتب معرف الخلية المحدد يساوي split cell ID delimiter، حيث أن معرف الخلية يساوي الخلية التي تريد تقسيمها. مثال 12 للمحدد يساوي ما الذي يفصل القيم ضمن الخلية. يمكن أن تكون مسافة فارغة أو علامة فاصلة، أو في هذه الحالة المحدد هو الفاصلة، وبالتالي شكل صيغتنا سيكون يساوي split قوس J12 فاصلة قوس. جرب ذلك.
من المشاكل الشائعة الأخرى مع البيانات هي عدم التطابق. على سبيل المثال، نفس الكلمة يمكن أن تهجأ بشكل مختلف في عدة أماكن، أو يمكن استخدام كلمات مختلفة لنفس الشيء. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك مصطلح أنثى أو امرأة ضمن جدول بياناتك وكلاهما يدل على نفس المعنى. في هذه الحالة سيكون من السهل إصلاح ذلك باستخدام البحث والاستبدال، لكن في بعض الأحيان في المستندات ذات الأخطاء المطبعية الكثيرة يمكن أن يكون ذلك تحديا، وعندها ستحتاج لاستخدام أدوات متخصصة لإصلاح ذلك. سوف نبحث في ذلك بتفاصيل أكثر في وقت لاحق.